الرابعة عصرا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ. ورحب الرئيس السيسي بالمشاركين في فعاليات المؤتمر العالمي مشيرا إلى أنه يعكس مدى نمو وتقدم الحضارة الإنسانية. استضاف جهاز المخابرات العامة لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن بحضور عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات بعدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية أيضا. هذا كما ناقش الاجتماع اللقاء التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود وفي منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا وسبل مواجهتها. رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي وما يمثله ذلك من خطوة هامة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها بأن هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، مشددا على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية. وأشار البيان إلى أن مواصلة مصر ستواصل حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول والتي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال التمويل وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية وتسهيل تحركاتها. كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن لا صحة لنفي تركيا امتلاكها للفوسفور الأبيض، مؤكدة أن بريطانيا باعت منتجات عسكرية إلى أنقرة تحتوي على الفوسفور الأبيض. وأكدت الصحيفة أن بريطانيا علقت الآن مبيعات الأسلحة لتركيا وخصوصا التي تم استخدامها في غزوها على شمال سوريا، مشيرة إلى أن الحكومات البريطانية المتعاقبة أصدرت أكثر من 70 ترخيصا لتصدير المنتجات العسكرية والتي يمكن أن تحتوي على الفوسفور إلى تركيا خلال العقدين الماضيين. صوت مجلس النواب العراقي على تشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال 4 أشهر. هذا كما صوت البرلمان أيضا على خلال جلسته الخاصة ببحث مطالب المتظاهرين على إلغاء جميع امتيازات الهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم اعتبارا من اليوم. هذا وأعلن الجيش العراقي حظرا للتجول في بغداد ل6 ساعات بدءا من منتصف ليل اليوم. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.